الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخ طلال عزيز من السعودية من المدينة المنورة، مرحبا بك في ماليزيا. يا هلا حياك الله. مرحبا بك عميل شركة المحيط دائما إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. في البداية كيف تعرفت على شركة المحيط؟ والله تعرفت عن طريق ابن عمي، جاء عندكم هنا عن طريق الشركة ومدح لي الشركة وخدماتها حلوة وكذا، عشان كذا جيت عليها الشركة. تقييمك لأداء شركة المحيط بداية من التراسل معهم بالواتساب؟ والله التعامل معهم جيد من ناحية الواتس. الاستقبال في المطار جيد جدا. نوعية السيارات والسواقين؟ والله كلها ممتازة، السواقين يتكلموا عربي تفهم عليهم. الجولات السياحية حلوة والله، كل الجولات اللي رحنا لها حلوة والله، وأماكن حلوة. نوعية الفنادق ممتازة. ما هي الصعوبات التي واجهتك في الرحلة؟ والله ما واجهنا أي صعوبة من ناحية الشركة، لا أي صعوبة. كلمة أخيرة للشركة. والله الشركة ممتازة، وأنصح فيها أي أحد يجي عن طريقهم، خدماتهم حلوة، من مطار، من فنادق، من أماكن، صراحة شركة حلوة ممتازة يعني جدا. نشوفك إن شاء الله بإذن الله مرة أخرى عن طريق شركة المحيط في ماليزيا، لدينا فروع في روسيا، في تايلاند، في سنغافورة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أي خدمات إن شاء الله. الله يستر عليك يا رب. يا هلا حياك الله.